أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم في هذه الحصة إكمال ما تبقى من تطبيقات على انكسار الضوء، وهو استخدام العدسة. قلنا في السابق عندنا عدستين، عدسة محدبة الوجهين وعدسة مقعرة الوجهين. العدسة المحدبة تمتاز بأنها تجمع أشعة في نقطة واحدة، أما العدسة المقعرة فإنها تشتت الأشعة ولا تجمعها. وبناء على ذلك تم استخدام هذه العدسات في استحداث وتطوير أجهزة بصرية كي تعوض قصور حاسة النظر عند الإنسان. كما نعلم أن الإنسان لا يرى الأشياء الدقيقة ولا يرى الأشياء بعين الوضوح، فلذلك استطاع الإنسان أن يستخدم العدسات في تصميم وصنع أجهزة بصرية تساعده على تخطي قصور الحواس. أول استخدام لهذه العدسات هو علاج عيوب البصر. نحن نعلم أن هناك أناس يصابون بنوع من قصر النظر أو طول النظر أو عدم رؤية الأشياء بدقة إذا كانت بعيدة أو قريبة، وهناك عندي نوعان من هذا القصور. النوع الأول هو طول النظر. إذا كان الإنسان عنده طول النظر في هذه الحالة لا يرى الأشياء البعيدة، يرى الأشياء البعيدة ولا يرى الأشياء القريبة بوضوح. أما قصر النظر فهو يرى الأشياء القريبة بوضوح ولا يرى الأشياء البعيدة بوضوح، ويعود ذلك إلى خلل في العدسة العين، حيث أن عدسة العين السليمة تكون مرنة بحيث أنها يمكن للإنسان أو تكون عين مصممة بقدرة الله سبحانه وتعالى أن تتحدب أو يقل تحدبها لكي تجمع الأشعة وتسقطها على الشبكية وهي الطبقة الحساسة في العين. فتوصل الإنسان إلى طريقة لعلاج هذا العيب وهو باستخدام العدسة. كيف يعالج كل من طول النظر وقصر النظر؟ يتم ذلك باستخدام العدسة. طول النظر يعالج بعدسة محددة، وقصر النظر يعالج بعدسة مقعرة. لماذا يعالج طول النظر بعدسة محددة؟ عندما تسقط الأشعة على العين وتكون العدسة غير قادرة على إسقاط الأشعة الضوئية على الشبكية، يتم استخدام عدسة محدبة حيث تقوم هذه العدسة بتجميع الأشعة أولا، ثم تقوم العدسة العينية بتجميعها مرة ثانية وإسقاطها على العدسية حتى يرى على الشبكية حتى يرى الإنسان بوضوح. أما حالة قصر النظر في هذه الحالة الصورة تتكون أمام الشبكية، تتكون أمام الشبكية وليست على الشبكية، لذلك يستخدم في هذه الحالة العدسة المقعرة الوجهين حتى تفرق الأشعة، ثم تقوم العدسة العين بتجميعها مرة ثانية وإسقاطها مباشرة على الشبكية حتى تحدث الرؤية. إذا عندنا نوعين من عيوب البصر، طول النظر وقصر النظر، والسبب يعود إلى خلل في عدسة العين لأنها تصبح غير مرنة بالشكل المطلوب. فيتم تعويض هذا القصور إما باستخدام العدسة المحدبة لعلاج طول النظر أو بالعدسة المقعرة لعلاج قصر النظر. هذا الاستخدام الأول. ثانيا الأجهزة البصرية. هناك عندي العديد من الأجهزة البصرية. كما نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يرى الأشياء البعيدة بوضوح مثل الأقمار والنجوم والكواكب وما شابه ذلك، وأيضا لا يستطيع أن يرى الأشياء الدقيقة مثل الجراثيم والميكروبات. فقام باستحداث أجهزة بصرية. أول هذه الأجهزة التلسكوب، وهذا الجهاز يستخدم في رؤية الأشياء البعيدة. لو طلعنا إلى جهاز التلسكوب كما هو واضح الرسم في الكتاب، هنجد أن هذا الجهاز له عدستين، عدسة عينية محدبة وعدسة شيئية محدبة. العدسة الشيئية توجه إلى الشيء المراد رؤيته، والعدسة العينية تستخدم ننظر بها بواسطة العين إلى ما تكونه العدسة الشيئية، وبذلك يمكن رؤية الأشياء البعيدة باستخدام هذا الجهاز. اثنين الكاميرا. كلنا نعرف الكاميرا. الكاميرا بالضبط يا شباب تشبه بالضبط عين الإنسان، حيث أن عين الإنسان مظلمة والكاميرا مظلمة. عين الإنسان فيها عدسة محدبة والكاميرا فيها عدسة محدبة. عين الإنسان فيها شبكية حساسة والكاميرا فيها فيلم حساس. عين الإنسان فيها فتحة لإدخال الضوء للعين والكاميرا أيضا فيها فتحة لإدخال الضوء. ولكن الفرق بين عدسة العين وعدسة الكاميرا أن عدسة الكاميرا عدسة زجاجية لا يمكن التحكم فيها في زيادة تحدبها أو نقصه، أما العينية فيمكن التحكم. فاستحدث الإنسان الكاميرا ما يسمى بالزوم،
وهو الذي يقرب ويبعد حتى يستطيع إسقاط الصورة على الشبكة. وبهذه الطريقة يمكن لنا التقاط الصور بحيث تكون صور واضحة، صور واضحة للجسم الذي يراد تصويره أو أخذ صورة له. الجهاز الثالث المجهر، وهو الميكروسكوب أو المجهر، وهذا الجهاز يستخدم في رؤية الأشياء الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، كما تعلمون لا نستطيع أن نرى الجراثيم ولا الميكروبات ولا الفيروسات وما شابه ذلك، ولكن باستخدام هذا المجهر والمجاهر المختلفة سواء كانت مجهر ضوئي، كانت مجهر مركب، كانت مجهر إلكتروني، كلها تستخدم في رؤية الجراثيم والميكروبات التي لم يكن الإنسان يستطيع رؤيتها في الصور. والنقطة الرابعة وهي الآليات الزجاجية، وهي تستخدم في مجال الاتصالات لسرعتها، حيث أنها تعتمد على سرعة الضوء في نقل الرسائل وما شابه. وبهذا يكون احنا انهينا الكلام عن استخدام العدسات سواء في علاج عيوب البصر او في الاجهزه البصريه المختلفه مثل التلسكوب والكاميرا والمجهر والالياف الزجاجيه المختلفه. وبهذا نكون انهينا درس تطبيقات على انكسار الضوء، ونلتقي ان شاء الله في الحصه القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.